السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب. النهارده باذن الله هنعمل ويسكي الغلابه اللي هي سلطه الحاتي، تمشي بقى مع كل حاجه تفتح النفس كده. انا عملت لكم الفيديو اللي عدى سلطه العيش اللي هي الطحينه بمعلقه واحده. النهارده هنعمل ويسكي الغلابه. خيارايه، طماطمايه، خضره محشي، شبت وبقدونس وكزبره، جزرايه، بصلايه متقطعه جوانح، فلفل احمر، فلفل اخضر حامي، معلقه ثوم مدقوقه بكزبره ناشفه وكمون. هنيجي هنا بقى نحط الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، الجزرايه المبشوره، الخياره، الطماطم، البصل، الفلفل الحامي. لو ما فيش فلفل احمر مش مشكله، اهم حاجه قرن الفلفل الحامي. وهنحط شطه وليمونه ومعلقتين خل، وقلبيهم مع بعض بقى، وتكوني حاطه في الفريزر تلج. اضيف لهم طبعا شويه ملح، ممكن برضو لو حبه تعزيز الطعم عود قرنفل واحد وعود حبهان وذره قرفه، تدقيهم كويس قوي وتحطيهم. مفيش كده تمام قوي. هنقلبهم كويس، حطينا الشطه والخل، حبه سلطه بقى حكايه مش هتبطلي تعمليها من جمالها. بصوا الصوص لما نزل تحفه في منتهى الجمال. هنيجي هنا بقى نكون عاملين تلج، ميه ساقعه بالتلج هنحطها ونقلبها ونزودها بالتلج. التلج بقى اهم حاجه يا بنات، ونزود شويه ميه ساقعين. انا هنا خدت شويه قبل ما احط الميه عشان هنعمل سندوتشات فيش. زود لها بقى شويه ميه ودخلها في الثلاجه. اظبطي بقى الملح الاول ودخليها الثلاجه، وبالهنا والشفا هتاكلي احلى شويه سلطه مشاوي، طعمها تحفه يا بنات. جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. انا عملت معاكم الفيديو اللي عدى سلطه الطحينه اللي بالعيش، برغيف العيش، كانت في كل اللي دقها عجبته قوي. ارجعوا للفيديو وشوفوه، وبالهنا والشفا. يا ريت بقى ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش، فضلا وليس امر. السلام عليكم.